السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكلمنا في فيديوهات قبل كده عن الصداع. النهارده نتكلم عن نوع مهم من الصداع ومنتشر كثير جدا وخاصة في وسط السيدات، ويعتبر هو الصداع رقم 3 من حيث الانتشار، اللي هو الصداع الناتج عن الاستخدام المفرط للأدوية. تلقى الإنسان أو المريض بهذا الصداع يعاني في الأساس من صداع وعائي أو صداع توتري. الصداع الوعائي أو صداع التوتري بيبقى ليه علاج وقائي، إحنا بننصح العيان باتباع العلاج الوقائي سواء في الصداع التوتري أو الصداع الوعائي، اللي هم أصلاً في الأساس نوعين من الصداع الأولي. فالإنسان بيستسهل، ما بيهتمش بالعلاج الوقائي في الحالة الصداعين دول، فبيلجأ للإفراط من استخدام الأدوية، سواء استخدام مادة التريبتان أو مادة الإيربوت أو المواد اللي هي المسكنات. إيه تعريف الصداع الناتج عن الاستخدام المفرط للأدوية؟ هو الصداع اللي فيه الإنسان بيستخدم الأدوية من 15 إلى 10 أيام كل شهر، المدة في الشهر لمدة 3 شهور، يعني بيستخدم مسكنات أو بيستخدم تريبتان أو إرغوت من 10 إلى 15 يوم في الشهر لمدة 3 شهور. العيان دي بكل فترة بيزيد معاه كمية الأدوية اللي بيستخدمها، بيزيد كمية الأدوية اللي بيستخدمها، وبعد كده بيتحول الموضوع إن الأدوية هي بتكون السبب في إن الصداع يجيله. الصداع الناتج عن استخدام المفرط للأدوية ده من أشد أنواع الصداع، من أشد أنواع الصداع، بيزيد جامد وبيخلي الإنسان فاقد القدرة على القيام بأعماله اليومية، أو فاقد القدرة على القيام بمهامه اللي هو بيعملها في اليوم المعتاد بتاعه، وبيلجأ لاستخدام كميات مهولة من الأدوية. استخدام المواد الكثيرة دي من الأدوية بيأثر على الكبد والكلي وبيأثر على الجهاز الهضمي، بيتعب الجهاز الهضمي جامد، وعمره ما يوصل الحل، وعمره الصداع ما هيخف غير لو فاق من اللوثة اللي في دماغه ورجع للعلاج الوقائي للصداع التوتري أو الصداع الوعائي اللي مسبب له المشكلة الأساسية. لكن إنه يلجأ لحيلة للحيلة اللي هي اللجوء إلى الإكثار من الأدوية، فهو كده ما بيحل المشكلة، هو كده بيصب البنزين على النار وبيزود المشكلة بطريقة جامدة. وغالبا أغلب الستات بياخدوا العلاجات دي بإيه؟ من إدمغتهم. وللأسف ده بتلقاه في أوساط الناس المتعلمة، يعني حتى إنسان متعلم وواصل لدرجة كبيرة وتلقاه برضو اللي في دماغه في دماغه ما بيسمعش الكلام. طب أنت عندك العلاج الوقائي للصداع التوتري أو للصداع الوعائي، ليه ما تتبعوش؟ ليه تلجأ لأنك تدمر نفسك؟ فإحنا الإنسان اللي بيستخدم الأدوية بطريقة بشعة كده، فهو ده الإنسان بيحاول، يعني غالبا بيحاول الانتحار، يعني بيحاول الانتحار، بيدمر نفسه بالبطيء، بيهلك الكبد بتاعه، بيهلك الجهاز الهضمي بتاعه. طب ايه الحل فيه؟ الحل لازم يوقف العلاجات دي، لازم يقلل من المعدل بتاعي ويلجأ لعلاجات، يعني الصداع الناتج عن استخدام المفرط للأدوية دي هو اصلا مرض ليه علاجات تانية. انت لما هتجيني عشان بعد كده لما تيجي في العياده ويكون عندك صداع الناتج عن استخدام المفرط للأدوية واكتب لك علاجات، هتلقاهم كلهم علاجات صرع وعلاجات اكتئاب، ده في الغالب، ده في الغالب كلهم اكتئاب، مع النصائح اللي احنا بنقول لك عليها اللي هي العلاج الوقائي للصداع التوتري والصداع الوعائي لازم تتبعهم. لكن انك تستخدم الادويه وتكثر من استخدام الادويه فديتي انت ما بتحل المشكله، انت بتضخم المشكله. فانت برضو كن بسيط على نفسك لانك مش هتوصل للحل، عمر الصداع ما هينتهي، انت كده ماشي في دوامه كأنت زي المدمن بالظبط، النهارده بتاخد شريط، بكره هتاخد شريطين، بعده 4 شرطان، والصداع كل ما بيزيد كل ما بيزيد، مفيش اي نتيجه. واللي وصف الصداع الناتج عن استخدام المفرط ده واحد اسمه لي كرودو في 1982. فيا رب اللي المريض بالصداع الناتج عن افراط استخدام المفرط ده يسمع الكلام وما يحاول يعني يلجا للعلاج الوقائي من مشاكله الاساسيه، ما يستخدمش الادويه كده هباء كده. وللاسف برضه بيلقاه في صغار السن وبيتعب نفسه وبيتعب الكبد بتاعه وبيتعب الكلى. فيا رب ان شاء الله تكونوا استفدتوا من الفيديو ده، وان شاء الله باذن الله نتقابل بفيديوهات ثانيه ان شاء الله.